السادة حياكم الله نشرة الإخبارية الجديدة من قناة المكلة، والبداية نستهلها بأبرز العناوين. محكمة المكلة الجزائية تقضي بعدم قتل الطفل طيف الرفاعي. وزير الصحة يترأس اجتماعا على غرف عملية الصحة للإطلاع على الوضع الوبائي بالمحافظات. بالاختبارات النقل الأساسي والثانوي بمدارس مديريات ساحل حضرموت. من العناوين التفاصيل، أهلا بكم. عاد محافظ حضرموت قرار المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ظهر اليوم إلى مدينة المكلا بعد زيارة قصير لجمهورية مصر العربية. وأكد محافظ حضرموت في تصريح لا عقب عودته للمكلا اهتمام قيادة السلطة المحلية بالمحافظة بقطاع الكهرباء لما يحتله هذا القطاع من أهمية في حياة المواطنين وتسيير عيلة التنمية، مشيرا أن حرصه الشخصي على تنفيذ مشروع مستدام للكهرباء ينهي معاناة المحافظة وفق رؤية المستقبلية تغطي الاحتياجات والتطور العمراني والسكاني. اطلعت السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت من رئيس شعبة استئناف سيئون القاضي محمد فرج سبتي ورئيس نيابة استئناف سيئون القاضي عبد الناصر عوض بن سنكر على أوضاع شعبة ونيابة الاستئناف بسيئون، وكذا وأوجه التدخلات اللازمة المطلوبة من قبل السلطة المحلية لتوفير أهم الاحتياجات لتمكين الأجهزة القضائية من أداء مهامها وواجبها على الوجه الأكمل. واعتمدت سلطة الوادي توفير عدد من أجهزة الحاسوب المكتبية وآلات التصوير، ووعدت بإعادة تأهيل مبنى المحكمة الابتدائية بسيئون وإنشاء مجمع خاص للجهتين. وأكدت السلطة المحلية استعدادها لمساندة الأجهزة القضائية لإيجاد الحلول والمعالجات المناسبة لبعض من الإشكاليات بحسب الإمكانيات المتاحة. أصدرت المحكمة الجزائية بالمكلا صباح اليوم بإعدام المدانين في قتل الطفلة طيف الرفاعي قبل عدة سنوات، وقضت المحكمة بإعدام كافة المتهمين في تلك القضية بعد إدانتهم في الواقعة، وشغلت قضية الطفلة طيف الرفاعي الرأي العام بعد قتلها بسبب بشاعة الجريمة. وتعرضت الطفلة طيف التي لم تتجاوز العامين والنصف حينها للاختطاف والقتل الوحشي حينما كانت في زيارة مع أهلها إلى محافظة شبوة، وتم إطلاق الرصاص عليها ورم جثتها في منطقة نائية بسبب خلافات مع والدها. رأس وزير الصحة العامة والسكان الأستاذ الدكتور ناصر محسن باعوم اجتماعا مرتبا عبر غرفة عملية الصحة مع مدراء عموم مكاتب وزارة الصحة العامة والسكان بالمحافظات، وذلك للاطلاع على الوضع الوبائي بالمحافظات ومدى جاهزيتها لمواجهة وباء الكوليرا الذي ظهر مؤخرا في عدد من المحافظات. وفي اللقاء المرئي استعرض المدير العام لصحة ساحل حضرموت الدكتور رياض الجريري وضع مديريات ساحل حضرموت الوبائي حتى اللحظة وخطط المكتب واستعداداته في مواجهة الوباء، موضحا أن صحة ساحل حضرموت تعمل جاهدة مع شركاء الصحة لمنع الأوبئة وتفشيها. وأشار الدكتور الجريري بجهود السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة في محافظ حضرموت. اختتمت الدورة التدريبية لمقدمي خدمات التحصين على مستوى مديرية مدينة المكلا بعد استمرارها 3 أيام متتالية لرفع كفاءة العاملين الصحيين في مجال التحصين في مراكزها في مدينة المكلا. وفي حفل الاختتام حث المدير العام لصحة ساحل حضرموت الدكتور رياض الجريري العاملين الصحيين في مراكز التحصين على ضرورة بذل المزيد من الاهتمام وتقديم خدمات التحصين بشكل فعال والعمل ضمن الفريق الواحد، مشير إلى تعزيز برامج الرعاية الصحية الأولية في المحافظات لتقديم خدمات الرعاية على أكمل وجه وتوسيعها في أكبر مراكز الصحة بمديريات الساحل وتوسيعها أيضا في جميع المناطق النائية من خلال الأنشطة الإيصالية. إلى ذلك وخرج الاختتام بجملة من التوصيات التي تهدف إلى رفع كفاءات العاملين الصحيين بالميدان. أصدرت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بساحل حضرموت توضيحا حول الانقطاعات الأخيرة للمياه في مدينة المكلا. وقالت مؤسسة المياه في بيان لها على حسابها بالفيسبوك أن سبب دخول فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة مما أدى إلى زيادة الاستهلاك للمياه بالإضافة للانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي الذي يؤثر على تموينات المياه وخصوصا في الخطوط الناقلة للمياه في غي البوازير وفلك. وأشار البيان إلى أن ذلك أدى إلى انخفاض الضغوطات الذي أفقد المؤسسة حوالي ثلث المياه والتي من المفترض وصولها إلى المدينة بسبب انقطاعات التيار الكهربائي. وأضافت المؤسسة بأنها باشرت المعالجات وحلول لإعادة تنظيم استقرار عمليات تموين الخدمة
وسيتم خلال الأسابيع القليلة القادمة إدخال بعض الآبار الجديدة للخدمة بحقل الفلوك وحفر آبار جديدة لتعزيز تمويلات المياه خلال فترة الصيف لهذا العام. كما حذرت المؤسسة المحلية للمياه المواطنين بعدم الاعتداء على المحابس التي تكررت مؤخرا لتسبب انقطاع المياه عن الأحياء الأخرى المقرر وصول الماء إليها. راجعت لجنة المناقصات بمديرية الشحر صباح اليوم برئاسة مدير عام المديرية المهندس أمين بارزيق الوثائق الخاصة بمناقصات الخطة السنوية لمشروع العام الجاري في مجال الصحة والتربية والزراعة والشباب والرياضة وتحسين المدينة. وناقش الاجتماع الذي حضره نائب مدير عام الشحر وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية المعنية بالمشاريع ولجنة المناقصات المشاريع التي تم رفع دراساتها إلى جانب إعداد الدراسات الخاصة بطريق عرف وطمحة وللتوزيع المشاريع وفق الموازنة المعدل للمشاريع في المديرية لعام 2019 وإعداد مناقصات المشاريع للإعلان عنها خلال الأيام القادمة. تفاقر لجنة من القيادة والسيطرة بالريان سير العمل في إدارة الأمن بمديرية الديس الشرقية ضمن خطط القيادة الأمنية والعسكرية للتحالف العربي لتطوير المنظومة الأمنية بساحل حضرموت. وطافت اللجنة بالأقسام الأمنية والنقاط والدوريات للإطلاع على سير العمل الأمني وتطويره وتحديد المعوقات والعمل على سرعة حلها لدى المراكز الأمنية في كافة المديريات. وأشارت اللجنة بابن الانضباط والالتزام والربط الأمني والعسكري والحفاظ على ممتلكات المؤسسة الأمنية لما من شأنها تعزيز العمل الأمني لخدمة المديرية وأبنائها. بدأت صباح اليوم بمدارس مديرية ساحل حضرموت اختبارات النقل بمرحلته الأساسية والثانوية وسط أجواء إيجابية رافقت العملية الاختبارية في أول أيامها. وبلغ عدد المتقدمين والمتقدمات لهذه الاختبارات في المديريات والمدارس الحكومية والخاصة جميعها 163,040 تلميذا وتلميذة وطالبا وطالبة. دشن مدير عام مديرية المكلا المهندس عوض بن هامل بمعية مدير إدارة التربية والتعليم بالمديرية عبود بن عبود الشيخ امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمدارس مديرية المكلا وفقا للتقويم المدرسي الصادر عن وزارة التربية والتعليم. واطلع بن هامل وبن عبود الشيخ على سير العملية الامتحانية في يومها الأول في مادة القرآن الكريم وعلى أسئلة الامتحانات ومدى مواكبتها للمناهج ومراعاة الفوارق الفردية ووضوح الأسئلة بمدارس عائشة بحادق للبنات ومدرسة حرية للبنين وثانوية الشاطئ للبنين. وحث مدير مديرية المكلا ومدير تربية المكلا الطلاب في تلك المدارس على الجد والاجتهاد والمثابرة وبذل جهد أكبر وتحقيق نتائج طيبة. وبلغ على الطلاب المتقدمين لامتحان الفصل الدراسي الثاني في مدارس مديرية المكلا نحو 74,207 طالب وطالبة في التعليم الأساسي والثانوي. قام مدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت الكابتن حسن مسجدي بزيارة لنادي شعب حضرموت الرياضي الثقافي الاجتماعي بديس المكلا. وخلال الزيارة التقى فيها بأعضاء الهيئة الإدارية للنادي أوضح رئيس نادي الشعب الكابتن عامر بن مرضاح بعض الأمور والصعاب التي تواجه النادي في الفترة الحالية. كما اطلع مسجدي عن كثب على الوضع الحالي لمنشآت النادي وملعب كرة القدم وعلى أعمال الترميم وإعادة تأهيل مقر النادي. وأكد الكابتن حسن مسجدي أن مكتب الشباب والرياضة حريص على استعادة نشاط النادي وعودته لما فيه مصلحة رياضة حضرموت مبين استعداده بالوقوف إلى جانب النادي لتذليل كافة الصعاب التي تواجه إدارته. جدد المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت الكابتن حسن مسجدي مساندته ودعم مكتبه لجهود مجلس إدارة نادي التضامن الرياضي الهادفة على الحفاظ على أملاك وأراضي ومساحات النادي وتفعيل الأنشطة الرياضية لمختلف الألعاب الرياضية. وبارك مسجدي خلال لقائه برئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي مساء أمس بمقر النادي بمنشأة الفقير عبد الله مبارك سرور الإنجازات حققها النادي في الألعاب المختلفة ومنها كرة القدم، مشيرا إلى أن المكتب وضع في خطته للعام الحالي إعادة تأهيل منشأة النادي. من جانبه استعرض رئيس نادي التضامن الرياضي خالد بوزير جهود إدارته فيما يتعلق بموضوع قضية أراضي ومساحات النادي الشغل الشاغل في الوقت الحالي للإدارة وكل محب النادي ومنتسبيه يتم وضعهم في الصورة الكاملة مما يجري والسعي الجاد لعودتها للنادي والحفاظ عليها. بهذا الخبر نكون وصلنا وإياكم لختام نشرتنا هذا اليوم وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها. محكمة المكلا الجزائية تقضي بإعدام قتلة الطفل طيف الرفاعي. وزير الصحة يترأس اجتماعا عبر غرف عملية الصحة للإطلاع على الوضع الوبائي بالمحافظات.
بالاختبارات النقل الأساسي والثانوي بمدارس مدنيات ساحل حضرموت. ختام النشرة حتى الملتقى، دمتم في أمان الله.